مرحبا بكم. اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم رد المصري محمد زوج الفنانة التونسية إيمان الشريف بطريقتها الخاصة عن تصريحاتها بأنها هي من طلبت الطلاق وليس هو. ونشر محمد المصري صورة رفقة دمية مرتدية اللباس الذي ظهرت فيه إيمان الشريف في مهرجان الجونة وأثار الجدل. يذكر أن هذا الفستان كان السبب للتعارف إيمان الشريف على زوجها ووالد ابنها وسبب الطلاق بعد ما صرحت إيمان الشريف بأحد الإذاعات وقالت سبب الطلاق هو رغبة زوجها في العيش خارج تونس وهو ما رفضته رفضا قاطعا. كما كنت تسمعوا اليوم سبب طلاق إيمان الشريف من زوجها المصري محمد أنه زوجها يحب يعيش خارج تونس وهي رفض الشيء ذي رفض تام. على ذيك معناها طلقوا بعدوا لبعضهم لكن زوجها كذبها نوعا ما استهزأ بها بعد ما نزل الصورة رفقة دمية اللي لابسة نفس اللباس لأنه وقت يتعرف على زوجته لكن زوجها مازال ما صرحش علاش سبب الطلاق بالضبط. ونكونوا وصلنا إلى نهاية الموضوع.